مرحبا بكم. يوجد حول العالم العديد من الثقوب التي توجد على كوكب الأرض والتي تمثل خطورة كبيرة جدا وتصيب الجميع بدهشة كبيرة. ونحن هنا اليوم في هذا الفيديو سوف نتعرف على 10 من هؤلاء الثقوب الخطيرة جدا، فهل أنتم مستعدون؟ إذن هيا بنا لنبدأ. ولكن أول مشاهدين الكرام، ادعمونا بإعجاب واشتراك بالقناة حتى يصلكم منا كل جديد. أولا، بوابة الجحيم. في صحراء تركمانستان الحارة يوجد هذا الثقب الكبير جدا والذي يصل عرضه إلى 230 قدم، والذي يقال أن النار لا تزال مشتعلة فيه بالرغم من مرور 40 سنة، ولهذا يطلق عليه الكثير من الناس اسم بوابة الجحيم. كما يمكن رؤية هذه النيران المشتعلة من خلال الطائرة على ارتفاعات كبيرة جدا، ويقال أنه تم تأسيس هذه الفتحة في عام 1971 من قبل الاتحاد السوفيتي، لكنها تعرضت إلى التحطم والانهيار حتى تكونت بهذا الشكل الحالي، حيث كان يتصاعد بعض الغاز من خلال القشور الأرضية، وكان يظن العلماء أنه سوف تتعرض هذه النيران إلى التوقف بعد مرور عدة أسابيع أو شهور أو حتى سنة، ولكن أخطأ العلماء في هذا الشيء لدرجة أنه حتى الآن لم تتوقف هذه النيران على الإطلاق. ثانيا، ثقب الشيطان العميق. تم معرفة هذه المنطقة في عام 1985، ويقال أنها عبارة عن ثقب عمقه يصل إلى 400 قدم، وهي تعتبر ثالث أعمق وأكبر فتحة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي ولاية تكساس بالتحديد، ويقال أنه تم تأسيس هذه الفتحة عن طريق وجود تجويف في كوكب الأرض، وهو ما تعرض إلى الانهيار في هذه المنطقة حتى تشكلت بهذا الشكل المخيف. كما أن الكثير من الناس يظن أن هذه الفتحة تم دفن الكثير من الأشخاص بها، وهذا ما يجذب انتباه الكثير من الناس إليها، حتى أنها تعتبر واحدة من الثقوب المعروفة حول العالم، ويقال أنه تعرض إلى السقوط في هذه الفتحة 3 أشخاص حتى يومنا هذا. وحاليا يعيش في هذه الفتحة حوالي 1 إلى 4 ملايين خفاش. هذا يجذب انتباه الكثير من الناس حينما يشاهدون هذا الكم الكبير من الخفافيش وهي تطير في سماء هذه الحفرة. ثالثا، منجم كامبرلي. في عام 1966 استطاع أحد العلماء اكتشاف قطعة من الصخور والتي كان وزنها حوالي 21.25 قيراط، ولكن فيما بعد كان من الواضح أن هذه القطعة الصخرية عبارة عن ألماس، وهذا ما جعل العلماء قادرون في النهاية على معرفة أن هذا المكان يحتوي على منجم ألماس. ومنذ منتصف شهر يوليو من عام 1871 إلى عام 1914 كان الكثير من العمال يقومون بالحفر في هذا المكان، حتى تم إخراج حوالي 13,600,000 قيراط من الألماس. هذا المنجم عبارة عن مساحة كبيرة جدا تجعل 42 فدان، ويصل العرض إلى 1519 قدم والعمق إلى 790 قدم. والآن يأتي الكثير من السياح إلى هذا المكان من أجل رؤية هذا المنجم الذي ينال إعجاب العالم كله. رابعا، جلوري هول. يوجد هذا الثقب في سد مونتسيلو في إحدى البحيرات في شمال كاليفورنيا، حيث يقال أنه عندما يتم ملء السد بكمية كبيرة جدا من المياه تستوعب هذه الفتحة 48,800 قدما مكعبا من المياه في كل ثانية. هذا يعني أن السباحة في هذا المكان تعتبر أمرا خطيرا جدا، ويقال أنه في عام 1997 تعرض أحد الطلاب الذين كانوا يسبحون في هذه البحيرة إلى الغرق في هذا الثقب، ويقال أنه تم تأسيس هذا الثقب في الفترة ما بين 1953 إلى عام 1957. خامسا، ثقب دينز بلو. يصل هذا الثقب إلى حوالي 663 قدم، وهو يعتبر واحدا من أعمق الثقوب حول العالم. تم تأسيسه منذ أكثر من 15,000 سنة نتيجة عوامل الأمطار. يقال أنه من الممكن ملاحظة هذا الثقب عندما ينخفض منسوب المياه في هذه البحيرة، كما أنه من السماء يمكنك أن تشاهد هذا المكان واضحا أمام عينيك نتيجة لون المياه الأزرق، بالإضافة إلى أنه في هذا المكان يعيش مختلف الأسماك، حتى أنه يعيش حصان البحر والسلحفات المائية وبعض من الأسماك الجميلة الأخرى، ولهذا يأتي الكثير من السياح من مختلف الأماكن حول العالم من أجل زيارة هذا المكان والغطس فيه. وفي عام 2013 توفي أحد الغطاسين في هذا المكان بعد التعرض إلى العديد من المشاكل في الرئة. سادسا، شان باوري. تم بناء هذا المكان في الفترة ما بين عام 800 إلى عام 900 بعد الميلاد، وهو يعتبر واحدا من أكبر الآبار التي توجد في الهند، ويقال أنه مصمم عن طريق سهولة النزول إلى داخله، والهدف منه هو جمع كميات كبيرة جدا من مياه الأمطار
ويقال أنه تم تأسيس هذا البئر في ليلة واحدة فقط، والعديد من الأساطير تقول أنه تم تأسيسه من قبل الجان، حيث أنه يحتوي على العديد من السلالم، كما أنه يضم العديد من المنازل والبيوت التي تجذب انتباه الكثير من الناس. وحتى الآن يمكن للكثير من الناس الدخول إلى أعلى منطقة في هذا المكان، ولكن يجب عليهم الحصول على إذن في البداية. سابعاً، منجم ديافيك الألماسي. يعتبر هذا المكان واحداً من أبعد الأماكن الموجودة في كندا، وذلك نتيجة أنه يحتوي على كمية كبيرة جداً من الثلوج. هذا ما يجعل عملية الذهاب إليه صعبة جداً، ويقال أنه في عام 2003 تم اكتشاف هذا المنجم لأول مرة، ومنذ هذا العام يقال أنه تم استخراج حوالي 300 رطلا من الألماس في كل عام. كما أنه يعمل في هذا المكان حوالي 1100 عامل، كما يقال أنه يتم إنتاج حوالي 7,030,682 خاتم كل عام، وذلك عن طريق الاستعانة بالألماس الذي تم الحصول عليه من هذا المنجم. ويقال أنه من قبل تعرض شخصين إلى الوفاة في هذا المنجم. ثامناً، دابير كليبات. يوجد هذا الثقب على عمق 1700 قدم، وهو عبارة عن منجم لاستخراج النحاس، وتم إغلاقه في عام 1982 حتى أنه كان ممتلئاً بالمياه بكميات كبيرة جداً، حتى أصبح بحيرة تجذب انتباه الكثير من الناس. ولكن يقال أن الصخور التي تحيط بهذه البحيرة تحتوي على العديد من المعادن والمواد الكيميائية، والتي جعلت هذه المياه الموجودة في البحيرة واحدة من أخطر الأماكن التي لا يجب على أي شخص السباحة فيها. هذا ما جعل الكثير من العلماء يصنفون هذه البحيرة على أنها بحيرة سامة جدا. تاسعاً، الثقب الأزرق الضخم. يعتبر هذا الثقب واحداً من أكبر الثقوب الفريدة من نوعها حول العالم، ومن خلال هذا الثقب يستطيع الكثير من الناس اكتشاف العديد من الأحجار الجيرية التي تعود إلى أكثر من 150 ألف سنة. ومع مرور الأعوام كانت كمية المياه تزداد، وهذا ما أدى في النهاية إلى انهيار السقف الخاص بهذا الكهف. ومنذ سبعينات القرن الماضي يأتي الكثير من الناس إلى هذه البحيرة من أجل القيام بالعديد من عمليات الغطس التي تنال إعجاب الكثير من الناس، ويصل عرض هذا الثقب إلى حوالي 1000 قدم، كما أن عمقه يصل إلى 400 قدم. ويعيش في هذا المكان أنواع كثيرة من أسماك القرش، ولكن يقال أن الكثير من الناس تعرضوا إلى فقدان حياتهم في هذا المكان نتيجة أنه كبير جدا، وهذا ما جعلهم غير قادرين على العودة مرة أخرى إلى سطح هذا المكان. عاشرا، الثقب الأزرق. يوجد هذا الثقب في البحر الأحمر، ولديه تصميم فريد من نوعه يجعله واحدا من الثقوب الخطيرة جدا، والتي من الممكن أن تتسبب في مقتل أي شخص ينزل إلى هناك، حيث أنه على عمق 181 قدم، وطوله يصل إلى حوالي 85 قدم. ويقال أنه بهذا المكان تعرض حوالي أكثر من 200 شخص إلى الغرق والوفاة منذ عام 1997 إلى عام 2012. كان الكثير منهم يظن أنه قادر على السباحة والوصول إلى النهاية والعودة مرة أخرى من جديد، ولكن هذه الثقة هي ما أدت في النهاية إلى موتهم. ويقال أنه في عام 2000 كان أحدهم يحمل كاميرا، ولسوء الحظ أنه قام بتصوير نفسه وهو يتعرض إلى الوفاة في هذا المكان. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.